السلام عليكم ليكيب، معكم الاستاذ امين تاع التاريخ والجغرافيا والاستاذ توفيق تاع كونطابيليتي. خاوتي اليوم حبينا نديروا لكم فيديو غير صغير باش قبل افون نقول لكم صحه رمضانكم، تصوموا بالصحه ولهنا، وسيرتو سيرتو سيرتو باش نقول لكم اقراوا، الله يستركم اقراوا. ليكيب انا نشوف بزاف تلاميذ هذا العام راه يقول لك انا ما راحش نقدر نقرا في رمضان. شوف خاوتي، رمضان الباك قالوا شهرين وشوية، يعني كي يخلص رمضان حيبقى شهر وسمانة. ما عندكش الدروة تضيع شهر هذا تاع رمضان في رقاد ولا في الدومين مع أصحابك برا، ولا تروح تشوف لي سيري ولا خوتي. الباك بقاولو شهرين، كي راح يخلص رمضان يبقالو شهر، معنتها الشهر هذا تاع رمضان لازم تقراه. شوف، ما راحش تاكل، ما راح تشرب الماء من الصباح حتى للمغرب، ما راحش تموت. ماشي معناتها كي ما راحش تاكل ما نعرفش راح يصرالك، ماشي معناتها كي ما راحش تروح تلعب دومين برا مع أصحابك ما نعرفش راح يصرالك. خمم شوية، رزن روحك، ما رانيش حاب تضيعوا شهر هذا، والله العظيم ما راكم، ما لازمش تضيعوا شهر هذا. اقرا اقرا اقرا. شوف، رمضان ماشي سبب باش تحبس من القرايه، دونك ما لازمش تحبس. واش دير؟ دير بروغرام لروحك، ماشي بروغرام تاع ساعه ولا زوج، راح تقرا راح تعيش باك. رمضان ماشي رمضان ماحش يتبدل والو، دونك لازم دير بروغرام لروحك، راح تقرا تقرا تقرا. الاستاذ امين يزيد يعطيكم بالك بعض النصائح باش دير بروغرام لروحك، تشوف فاش تسقم وقتك. ليكيب، شهر رمضان ما راحش يعطلنا، والمشكل تاعنا انه حنايا نخافوا من شهر رمضان. هذه ماشي المره الاولى اللي راح نصوموا شهر رمضان، ولا المره الاولى اللي راح يجينا رمضان. رمضان راه يجي كل عام، وكل عام رانا نصوموا والحمد لله. ما راح يتبدل حتى حاجه في حياتك ليكيب كي راح تبدا تصوم الصباح وتفطر العشيه. جماعه، نظم وقتك، مفهوم؟ خلينا من الرقاد هذاك تحت للزوج وحتى للثلاثه وحتى للخمسه، ونربط في النهار ونسهر في الليل. انت عندك باك، انت مواطن واحد اخر، ولا انت انسان واحد اخر، ماشي كيف كيف. انت عندك مرحلة حاسمة اللي هي شهرين، بقولك دخلنا ما يسمى نفق البكالوريا. جماعة، رانا في واحد تونال رانا رايحين فيه للباك، خلاص النفق الأخير هذا، يعني المرحلة الأخيرة اللي رانا فيها. رمضان ما يعطلنيش، رمضان ما يحبسنيش، رمضان ليس عائق. كونترا، رمضان فيه رحمة، فيه ربي سبحانه يسهل لك، ادعي ربي سبحانه باش يوفقك في الباك. لكن لازم نقول لك حاجة، بلي الدعوة ما تكفيكش، الدعوة تسحق خدمة من عندك. جماعة، خير أوقات الدراسة، يا إما تنوض الصباح شوية بكري وتقرا، يا اما تسهر في الليل وتقرا. جماعه، اما هذيك تاع ترقد في النهار وتسهر في الليل برا كما كان يقول الاستاذ، في حاجه ما تفيدنيش، في دومين ولا في مسلسل ولا في حاجه نشوفها، هذيك غير ما كان لها. جماعه، حاجه ثانيه اللي ننصحكم بها، نقول لكم دائما استمروا بالريتم اللي كنتوا به قبل رمضان، ولازم تزيد شويه الريتم، باسكو كما قال الاستاذ كي يخلص رمضان راح يبقى لك شهر وشويه ايامك. اذا جماعه، نظم وقتك، اقرا الصباح، سي تنوض بكري. كي يقول لك نوض بكري ماشي معناتها لازم تنوض على 6 تاع الصباح، نوض بكري يعني شوف ما تبدل والو في حياتك. نوض على 9، نوض على 8، اقرا عادي. الا ما قريتش في النهار لازم تقرا في الليل، لازم في الليل، ماشي وقت الدومين ولا وقت مسلسل ولا وقت لازم نشوف الحلقه هذه ولا الحلقه هذه. في الليل عندك حاجه واسمها البكالوريا لازم تلتا بها. اذا راك مخير، يا اما تقرا النهار ولا تقرا الليل، على حسب كل انسان واش يساعده، على حسب طبيعه كل انسان. نقول لكم صحه رمضانكم، صوموا بالصحه ولهنا، وان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله يكون شهر رمضان شهر ورانا تاكلين عليكم باذن الله. لازم تكون الباك، ولازم تكون ليكيب هكذا. جماعه، صحه رمضانكم، ربي يوفقكم، السلام عليكم.